ماما ايش في؟ يا صباح الخير. صباح النور. يلا كده تصحصحي تعالي ساعديني. ها خلاص نادي حتساعدك، انا امشي. ولد اقعد، انا لسه ما خلصت شغلي. يا امي طيب انا امس الليل وانا جالسه دفت في العفش كله كنب جبت لك اياه، انا ابغى انام شويه. اللي يفكر يخرب تلوتيتي اقسم بالله، والله اقسم خلاص بالله. خلاص لا تحلفي، خلاص لا تحلفي، جلست خلاص خلاص حجلس. انا قلت بس انه الكنبة هذه سريري وعجبني مكانها الجديد. جمال اول شيء هذه كنبة ما هي سرير، ثاني شيء ايش في، ليش قاعد يصير كذا في البيت؟ اليوم التلوتية حقتي ولازم كذا اضبط البيت، جاية ريما وصحباتي كلهم، لكن الله يهديها نادية كل ما اضبط البيت تيجي تخرب لي هو. اوكي هذا اليوم مرة غريب، انا ماني مطمنت له، انا حاسة انه في شيء حيصير شيء اليوم. صباح الخير. مستحيل تفرجك شو؟ شوف شو الكلب. في شيء متغير؟ ايوه حبيبي مخده مايله شويه بس. ايه ايش؟ البيت كله متغير، امك شالت كل شيء، ما باقي الا العمود الحمد لله ما تغير. علي تقدر تشيلي العمود هذا من هنا؟ مضيق المكان، صحباتي كلهم جايين. لا ممكن نشيل العمود والبيت ونروح حاره ثانيه. تبين نروح حارة أرقى؟ ماما إيه؟ بسألك سؤال، يعني بعد ما نخلص يعني التلوتية إن شاء الله اليوم الجميلة هذه، يعني هنرجع الأغراض زي ما كانت صح؟ العفش؟ لا طبعاً، شوفي ما أحلاه كده بدل المسلسل الخليجي اللي أنت مسوينه أول. أنا بيت مسلسل خليجي؟ ما فهمت. يعني كده أحلى، أبها كده صحباتي كده افتخر قدام صحباتي. ماما أنا صحباتي كلهم يقولوا لي بيتي حلو ودكوري، يعني دائما يمدح دكوري أصلاً. حبيبتي بيسلكولي، والله بيسلكولك عشان يمكن يجاملوكي ولا ما يبوا يزعلوكي، يعني لا تصدقيهم. ما أصدقهم، ما أصدقهم، مو مشكلة. علي دكور بيتي حلو ولا لا؟ يا أبو علي قل لها ديكور هذا أحلى ولا ديكور الفيلم الأمريكي اللي كانوا مسوينه أول؟ دولاب صيني هذا ولا ياباني؟ عمي أنا بيتي مو حلو ديكوره؟ شلون لا أنا ما أدري والله، هذا هو رور على البيت، هذا عندك علي رور على البيت. علي بيتي حلو ولا لا؟ إيش فيه؟ بيتي حلو ولا لا؟ حلو أكيد، كل البيوت حلوة بس دحين احلى. نقع سكر يا انا والله نقع. ابوي سكره نزل. يبا ما اخذت ادويتك اليوم؟ جمال بيتي حلو ولا لا؟ ها الديكور ايش؟ ها السرير اللي تنام فيه بالله. انا تعبت اروح اريح شويه. يعني أنا درست هندسة ديكور، ما درست هندسة ديكور بس كانت هي مادة عندنا في الكلية، يعني كنت مرة كويسة فيها وكان يقولون لي أنت مرة ديكورك حلو وكنت أضبط البنات بيوتهم كلهم صحباتي. بيتنا أصلاً أنا مسويته بنفسي. فأنت إيش رأيك في الصالة؟ حلوة صح؟ علي جاوبني. علي إيش فيك؟ جاوب. طب انا ما سمعت السؤال الحين، اخاف اقول ايه ويطلع المفروض ما اقول ايه، واخاف اقول لا ويطلع المفروض اقول ايه. هذه اخر التسليك. ايش الحل الحين؟ الكاميرا هذه فيها اعاده، نقدر نعيد نسمع سؤالها،
نقدر نعيد؟ بالله عيد تكفى، خلنا نسمع السؤال. يعني يا تعيد لي يا استخدم اسلوب ابوي. يا كذا اعطيها وضعيت انا قرات مقاله. يمديك تعيد؟ وش اللي ضد قوانين الشركه؟ تستهبل انت؟ عيد يا ابوي. عيد، انت قاعد تصور في بيتي. وش الشركه؟ وش قايل لك الشركه ممنوع توريني مقاطع؟ بعدين من اللي ذا اللي قاعد يلحقني يصورني وانا اتروش؟ في حدود ترى للتصوير. أنا مرة كتبت أنا قرأت مقال لأبوي في جريدة القدس، كان مرة مثير للاهتمام. جريدة؟ إيه، كان أبوي كاتب عن بر الوالدين وترجمت للألماني. أوكي والنعم، أوكي ما اختلفنا، بس أنا قاعد أتكلم دحين في موضوع تاني، جاوبني. كيف؟ ما جاوبتني أنت. طيب أصبري أصبري يا نادي، ليش قاعد تستعجليني؟ ليش قاعدة تستعجليني يا نادية؟ ليش؟ كل شيء سريع سريع في هالبيت يعني؟ كل شيء؟ ما أحد مروق؟ ما استعجلتك أنا. إلا استعجلتيني الحين، قلت لي جاوب يمكن 8 مرات. في يوم إجازتي جالسين تستعجلوني، الواحد ما يريح ولا يقدر يسوي شيء. يوم إجازتي تدرين صح؟ أنا آسفة مو قصدي، بس إنه بسأل. اليوم تدرين إن اليوم يوم إجازتي؟ أدري إنه يوم إجازتي. طيب ليش تستعجليني في يوم إجازتي؟ ترى جواب مو شيء كان، إيش فيه؟ تستعجليني؟ تقول واحد هذا وجه واحد مرتاح في إجازته؟ ايوه مرتاح. والله انه كان جوابي جدا مثير للاهتمام، جدا كنت راح اعالج. خلاص علي، خلاص علي، خلاص خلاص، يوم غريب. بس هذا يوم اجازتي، شوفي وجه اجازتي في اليوم الاجازه حقي. شلونك؟ هلا هلا. شلونك طيب؟ ليش قاعد تكشف؟ والله بروح عند زملاء المهنة، توعدنا أنا وياهم اليوم نبي نجلس لنا هناك لنا شوي وتخبر. وين؟ استراحة بديوانية، ايش تبي بالضبط؟ طيب يلا بخويكم ببدأ. ما يصلحون لك شيبان دولة وصحفيين و... طيب مو عشان مو بس نظارة معناتها مو مثقف، يعني ترى مدير تسويق واقرأ. ببدأ بسرعة واروح معك. رح بسيارتي وسيارتك بليت أبي، بس إنك عند الباب أبشر. يلا حبيبي يلا شاطر. علي ولدي الله هديه كل سنة ياخذ إجازة ويحوس البيت فوق تحت، وأنا الحقيقة قررت أطلع مع أخوياي وما لي حل إلا صرفه، يبي ينشب حلقي حتى مع أخوياي معصي طالع على أمه، مالت عليه وعلى أمه. أبوي وين رايح؟ ها شايف؟ شايف؟ كل مرة زي كذا، والله الحكم اللي مساعدكم. إيه أضحك أضحك. إيه أنت دائما كذا تقعد تبكي كل شوية لما تتهسى. أنا أبكي؟ والله أنت غلبان، خلي الحكم ده يروح من هنا وتفرج يصير فيكم. بكى 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 بكى. أبوي وين؟ ها؟ وين أبوي؟ خرج خرج. أبكي أبكي يلا، أبكي يلا دحين. هذا الحكم لازم يتغير، وشوف بعدك. وانت تحتاج مناديل عشان الدموع اللي قاعد تنزل لك. انت ليش دموع؟ اهرج عربي انت، اهرج عربي اول شيء، شيل الحكم وشوف بعدين ايش تسوي انت. مشى سحب علي. تخيل سحب علي. طيب. عبد الرحمن ابوي سحب علي. طيب شي شي الله انت حسين. في هذي طالع مصارع الصبح جمال، قاعد احس باقة سلبية. انت اجازة؟ ايه. انت ما دومت؟ انا؟ ايه مفروض دوام. عبد الرحمن أيوة. والله اذا دق علي ابو خالد اني لا اطبق فيك كل الواتش اوت والتشوك سلامات حقت المصارعه، ماني بناقص انا. بعدها ما في مصارعه. يلا قوم. ليش غير ثقنا؟
ما ابغى اشوف مصارع. وانت تحب تشوف هذا اخبار في مو... الصباح؟ ايوه. ايش انت عمرك 70؟ لما نشوف العالم وش صاير فيه بدا مصارعتكم يا المبزره. اوه انا انتمي الى هذا العالم، يجب ان اعلم كل شيء يحدث. ايوه ايش هذا، انا احب المصارعه مره. يا الله امشي امشي امشي، قوم خلينا نتفرج مكان ثاني. لا تمشون. لا لا حنمشي. لا تمشون، مو بيتي تلفزيوني يا من هنا، تلفزيوني يا من هنا يا الكوكب. طب تعالوا ارجع المصارعه يا هرس، ارجع المصارعه. شباب انا اجازه ما عاد في احد في البيت. يا الله رجعت المصارعه، ارجعوا. هل ايش هتسوي في تلوتيه امك؟ والله ما ادري يا ناديه. طب يعني ليش هي الموضوع عنده مهم كذا؟ تلوتيه امي يعني لها اهميه منذ الطفوله، يعني امي ممكن تضحي بجمال، ممكن ناس تموت عشان تلوتيه. ساعديني. ايش المفاجأة دي؟ فين بابا طيب؟ ترى انا وابوك كنا نبغى نيجي نفاجئك بس انشغل ما قدر يجي. تو منور البيت يا خالة. شلونك؟ عساك طيب، نورتي البيت. تفضل اشتري اشتري، خلي الشنطة خلي الشنطة. يا عمري تعالي يا حبيبي تعالي. ليه كذا دائما بابا مشغول الله يهديه؟ خلاص اهم شيء انك جيتي. ترى الناس كذا تشتغل 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 وبعدين تنسى الدنيا والدنيا تنساه، ويصير عنده اصحاب ويموت. أنا عرفت ليش هذا اليوم غريب. سيداتي وسادتي، أعرفكم على ماما. خالتي نورتي البيت. شلونك؟ عساك طيبة. خالتي صار لك شيء وانت جاية؟ في شيء صاير؟ عسى ما شر. لا كله تمام. انت كويسة خالتي؟ عمي وينه؟ ليه ما جاء؟ والله انشغل ما قدر يجي. ترى الدنيا الدنيا حتنتهي. خالتي تعرف انه كان في واحد دكتور مات صح؟ اشتغل 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 واختفى اختفى. حسيتها مات خالتي، عيونك كانت تقول انه مات. لا ما مات. ماما بابا ليه ما يرد؟ تلاقيه نايم مشغول مات. الله لا يقول، الله لا يقول. ان شاء الله خالتي تفالي بالخير. خالتي 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 ام ناديه تفالي بالخير. ها والله اليوم اليوم انا اجازه اليوم وانا مبسوط والطاقه طاقتي ايجابيه. خالتي تعرفين ايش الطاقه الايجابيه؟ قد قريتي عنها شيء يمكن قبل. ايش الطاقه الايجابيه؟ هي عكس عكس اللي عكس اللي انت فيه الحين. اسمع بس كده حاول اساعدك. قم علي خليكم تاخذون راحتكم. خالتي ترى خد بالك ايه تطيح تتعنقل تنفقش يجيك سكتة قلبية تموت. انا ما ودي امشي بعد الكلام هذا. لا ودك تمشي. لا لا يمكن هي تفعلت بالشر الحين يجي ما الشر في فعل. ما في هذا ما في الا كل خير كل خير، بيتنا فيه كل خير. امشي علي، اذا كبرتي وصرتي كذا بطل القوة. خليكم تاخذون راحتكم خالتي. انا حمشي شوي شوي عشان ما انفقش. يا اهلا وسهلا يا اهلا وسهلا، انستينا وشرفتينا على بيتنا نور. اهلا اهلا. الحمد لله. الله ايش العبايات الحلوه هذه، من فين اشتريتيها؟ هذه العبايه دي خيطتها من 7 سنين. اللي خيطت لي هي ماتت الله يرحمها. ترى كلنا بنموت يا ام علي كلنا. فكي عنك يا شيخه، تيجي معايا نروح نشتري اشياء كده للتلوتيه حقتي. نادي ظبطي مزاج امك، لا تخبص لي تلوتيتي
وتشمت فيه ريما ولا اضربك عليكم كلكم، اقسم بالله لا اضربك عليكم كلكم. اسمع جهز نفسك، ابغى اروح السوق واشتري اشياء التلوتية حقتي. طب خلي علي يوديكي. علي مشغول خلاص. طب اطلب تاكسي. يعني يكون عندي اولاد واطلب تاكسي؟ يكون عندها اولاد وتركب تاكسي. خلاص خلاص انا موديكي. طيب حاضر انا اروح البس عبايتي. جهز نفسك. ناديه اخوك ما داوم الى الان. ليه ما داومت انت؟ ما رحت الدوام. ليه ما رحت الدوام؟ لانه ابو خالد مو موجود. خالد ما جاء. قاعد يقارن نفسه بمدير الاتش ار. انا اوظف اخوك وما يداوم صح؟ شايف الايميلات انت؟ اوريك ايميلات زياده جايه شكاوي عليه. ما في شكوى. لا كم مره قلنا لك لا تسرق المويه؟ في مويه في البيت. طيب ليه تسرق المويه مشتركه تجيبها هنا؟ ليش ما اسرقها يعني؟ هي مويه في الشركه وابو خالد ما كان موجود لما سرقتها. استفاهم انتوا فيه هذه مويه وما مويه. اخوك ما قاعد يداوم. خليه من حقه يتشار. يلا يلا جمال. طيب. انا جاهزه. يلا خلاص. طيب. يا دوب. يلا طيب يلا ام ناديه. يلا يا ام ناديه. فين امك؟ ماما. هلا ماما. ما ادري اغطي ولا ادور معاكم ولا امي. يقولوا ايش ماما حيات. ماما حيات. ايش هي؟ فين هي؟ فين امي؟ هي فين؟ خلاص قاعد ادق عليها. قاعد ادق عليها دقيقه يا حبيبي. هي طير. وين امها؟ وين امك؟ هي تخاف. هي كذا امها ضاعت دائما. هي قد قالت ان امها مره ضاعت في السوق مسكينه ما تقدر تتكلم دائما. انا كذا احاول افكر هي العبايه فين راحت. العبايه طيب حجابها كان برا. حجابها مرمي في الارض. اختفت انخطفت. وين شفتوها انتو؟ سووا بلاي باك الزر ذا اللي شغل التصوير. قولي لها يشغل امه. قولي لها عمرو سووا بلاي باك. ارسل ايميل لمديرهم. اجيبها من فوق. انا اجيبها من فوق. هذه روح ضايعه نطلع فيها. ان صار شيء فام مرتي بذمتك ترى. شوف تبي تسوي بلاي باك. خايف على البطاريه. اذا تسمعين كحي مرتين خال حياه. ما حياتك حتشاف في الارض. لا 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 لا. شفت شفت شفت. ليه 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 عبد الرحمن؟ عبد الرحمن امزح. كانت مناديل مجمعه. ما حجابها مو في الشارع. صلي عليه. عبد الرحمن وقتك يا علي. لا لازم وقتك. لازم انا انهم يكلموني. جمال لا تدخ برا. تعال يلا. انا تاخرت. طب والادميه؟ انا رايحه خلاص ما في وقت. يلا يلا. طيب امك فين انت؟ ما اعرف انا. امي تختفي فجاه. دائما تختفي. انا ابغى اروح السوق. دقيقه. ايش هذه؟ مين هذه؟ هي هذه هي جالسه في السياره هنا. تعرفتيها من الطرحه؟ اكيد. يعني حيكون مين؟ هذه امي انا اعرفها. اخيرا ترى تاخرنا يعني يا دوب نلحق. اتاكدي. طيب اتاكدي. لا هي شوفها قاعده يا امي. مو جني مو جني. قولي بسم الله. فوقي قولي بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. لا هي ما اختفت. يلا بسرعه بسرعه. انت هنا قاعده من اول وقاعدين ندور عليكي. انت قلت انت بتروح السوق. يلا يلا يا جمال يلا تاخرنا. ما حد الوقفة. إيش صاير؟ يا أخي ماما في مشكلة. في مشكلة مع بابا أكيد. متضاربة معاه. نادية أمك كذا من 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 عرفتها. ترى في يوم زواجنا هي همست لك ألف مبروك صح؟ إيوه. تدري أنا إيش همست لي؟ إيش؟ مو قاعد استهبل صدق. أمك فجأة out of nowhere سلمت علي وهمست لي. لازم تعرف إن آخرة هذا الزواج حنموت كلنا. نبطل استظراف. مو استظراف صدق. بعدين اسمها استظراف. زرافه. ما هي بزرافه. زرافه حيوان يا ناديه. زرافه حيوان اسمها زرافه. قولي زرافه. زرافه. ممكن خلاص نبطل نستظرف ودحين نفكر ايش حنسوي. تخيل ان انا في الشارع الحين. تخيل ان انا في الشارع وانت جنبي في السياره وفي زرافه حقيقيه في الشارع. طيب وقلت انت فجاه زرافه. ايوه. مين بيرد انا ولا الزرافه اللي برا؟ انت يا ظريف. انت عارفه محل المشكله ايش حيصير؟ ايش حيصير؟ اليوم ثلاثيه امك اوكي، وعزمه صاحباتها وريما صاحبتها اللي هي خافت تتشمت فيها، وامي اليوم عندها نكد العالمي، ولو امك شافت امي زي كده متنكده حتطربق البيت كله فوق بيتنا. ماني مستعده اليوم زي كده. دقيقه. اوه
انت ما قد شفتي لما تخرب ثلاثيه امي ايش يصير؟ صدق ما قد شفتي؟ انت تظنين الموضوع بس في طربقه بيوت؟ انا اخذ اجازه ها عشان اشوف مشاكل ثلثيه الوالده ها واشوف اعالج نفسيه ام ناديه اللي اسمها حياه وابدا ما فيها اي حياه ابدا ام ناديه ما فيها اي حياه انا ما اقدر اقول ذا الشيء لناديه انها تزعل لانها امها ها ولا وتقول لي امك جننتنا ثلثيه امك هذه حتطربق البيت ما شوفي امك غريبه جدا عندها أسئلة ما أعرف كيف تفكر تخفي دكاترة وش الغرابة هذه العائلة أنا أتمنى من قلبي إن نادية ما تكبر وتصير كذا لأنها إذا صارت كذا أتمنى إن أنا يعني دقيقة أنا إذا كبرت بصير زي شو اسمه زي أبوي هل ببدأ أقول مقالات غريبة في كل مكان وقدر ترجم سنغال وما أدري إيش والله يا جماعة أنا أفضفض لكم ترى أنتم مو مصورين بالنسبة لي أنتم دكاترة نفسية أنا قاعد أفضفض لكم كل يوم أنتم تشوفون إيش قاعد يصير أنتم أقرب لي من زوجتي أقسم بالله أنكم أقرب لي من زوجتي لو سمحت أبالي أبا أطبع صورتي هذه على الكوب دقيقة مش إيش فيه ليش تطبع صورتك على الكوب عشان ريما كده تيجي تنغاز تلاقي صورتي في كل مكان على الأكواب على البيبان عندك هذا اللون الأسود؟ ولا يهمك هذا ليه؟ عندك شيء أسود من كذا؟ أنا أحب المواعين والصفحات حقتي كلها سوداء في الطقم هذا إن شاء الله أنه يعجبك لا 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 كان عندي زيه وانكسر من زمان لا يا ساتر قول الحمد لله على الصحة شوفي ما شاء الله صحتك زي الحصان الله يخليكي لا تقولي هذه الكلمة ترى من وانا صغيره نفسي في حصان كل سنه اتمنى الحصان كل سنه استنى الحصان لما اهلي بداوا يجمعوا فلوس يجمعوا كده حتى تدينوا ترى كانت من الاسباب امي كانت تبكي كل يوم قبل ما تنام كله عشان حصان حالتهم كانت مره صعبة انا ما ابغى اشتري ولا شيء انا رايحه البيت ماما ناديه ارجوك لا تختفي نتفضل مع بعض اوكي معلش هي تحب اللون الليلكي اذا ما عندكم ليلكي ما حتشتري ها انتبه للون الليلكي بابا رد الله يخليك رد لا رد انت قاعد تقرا من فوق النظاره كيف السلام عليكم قاعد اقرا يومي عليك السلام وش بكم لكم لجه وصجه خير ان شاء الله عسى ما بكم شيء عمي امي جات من السفر اليوم ويني عندنا في البيت ومره جاي متنكده وكده معصبه وقالبه البيت كله نكد واليوم انت عارف في ثلاثيه ماما عزيزه اذا ما عدلنا مزاجها حتقلب البيت جحيم انا لله ايش حنسوي تصرف يا تصرف علي يبا ترى زعلان منك بعد والله صدق زعلان منك ترى جهزت وقعدت لاحق حتى انا ايه ما يكمل السلام عليكم ليه يعني ليه دحين ايش اهم في الموضوع ده انا قاعده اتكلم دحين بعد شوي حتبدا هتبدأ ثلاثية أمك دحين تقعد تقول لي مدري إيش كلام فاضي تبى تروح فين؟ إذا نظف نظارتي نادية ممكن؟ نظارة إيش اللي قاعد تلبسها من أول ما شفتك لابس نظارة؟ يومياً ألبس نظارة علي أنا ما أقرأ بدون نظارة اسمعيني بسم الله ثلاثية بعد ساعة إذا ما عدلتوا مزاجها والله لا أكسر الأمار على رأسكم أنتوا اثنين أمها ما تدخل أنا قلتها أنا أمها هي إيش؟ قصدي انها امك يعني امك واحده احنا عائله طيب ساعدني ايش انت شو ايش قاعد تسوي خلاص اركب ايوه ركب خلاص يعني انت متاكد اقول لك صلحتها انا بنفسي امسح 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 وقتك شغل شوف ما قلت لك ما اشتغل البيت ما في كهرباء من اول قلت لك خلينا نروح على القهوه احسن يا اخي انا متاكد اني صلحت الكهرباء هنا يا اخي انت ليش كذا طب اسمع دحين في حل ثاني ايش لما نسحب كهرباء من الكابل حق العمارة كامل نسحبه إلى هنا نتفرج ليكون قصدك الطبلون حق الكهرباء أيوة قول طبلون طب كيبل خلاص هو يعني أنت فهمتني خلاص الله أنا المفروض أربطك بهذا الكيبل يلا روح مد يلا دحين يلا أنا جاي وراك يلا
بابا بابا ليه ما ترد؟ طب ليه ما جيت؟ ايه ماما في البيت؟ ايش؟ ماما عزيزة كلمتك؟ الموضوع طويل بعدين احكيك. المهم اباك تكلمها دحين الله يخليك ما ادري ايش بها. طيب ماما بابا يباكي. الو رجع سباك؟ والله من جد؟ تصلح خلاص؟ طب ممتاز. اها ايه لا انا حقعد معهم شوي بعدين اجي. ايوه ايوه يلا مع السلامة. كيفك خالتي حياة؟ ممتاز. انت قاعدة تتسمي ولا ما بشوف؟ شوي خالتي انا بس عندي سؤال اذا تسمحي لي. خالتي هل الحزن هذا والطاقة السلبية اللي كانت عندك عشان السباك؟ السباك مهم؟ انا بس بحاول استوعب ماما اللي صار في البيت اليوم والموت والحزن اللي صار عشان سباك بس. حتجنن هذا كله عشان سباك. سامي ايش قاعدين يقولوا؟ هذه الأدمية اكيد تبغى تخرب لي الثلاثية حقتي. يا بنت الحلال تعوذي من الشيطان، لا توسوسين انت، ما حد مخرب الا شيء. وانا اذنك بعدين انا بروح للديوانية عند اخوياي. والله ماما يعني والله انت يا خاله حياء عليك طلعاتك. السلام مساء الخير. مبارك طيبة. يلا انا اذنك وانا بروح الديوانية. يلا يبا اجي معك. يلا ايه بروح مع ابوي الديوانية. والله ما يبا ما حتمشي بدوني. يبا حبيبتي يا ماما، حبيبتي يا ماما. كذا يا ماما تسوي لي ايش فيك؟ انت دحين كويسه؟ اكيد اكيد طبعا اكيد. ما في موت؟ ما في شيء؟ موت الحمد لله. حد يا رب دائما. ماما عزيزه خير؟ ليه كذا؟ احلى ثلاثيه حتقوم جد. ايوه شوفي ما في شيء. خلاص 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 كله تمام. ما في احد حيموت؟ لا ما في احد يموت يا شيخه. ولا حد تكسر العماره؟ لا ما حد تكسر العماره. ولا حد تشمت في ريما؟ لا ريما اهم واحده ما حد تشمت فيكي. طب يلا ما عاد في وقت، قوموا يلا يلا جهز بسرعه. تسوي الكيك انت؟ ها يلا انت. هو قاعدة أدور على العروسة. ما حصلت له صغير مرة. ما حصلت له. قاعدة أدور. وإيش المواصفات اللي بقاها؟ لا يعني. لا 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 لا. بركة ما شافي. شافوا غنية. بدي إياها المهم تعلموا. شافوا يعني بنت ناس. يعني موجودة. لسه فيه. انت الحين يعني خبير انت ها؟ عيب عليك يا اخي، مخلص الاربع دقائق حقي، طيب. زود دقيقة كمان حق الاعلانات في اليوتيوب. طيب كويس. طب اشبك انت؟ لا 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 انا ما امسك كهرباء. طيب خلاص خلاص، صار حتصار. تع! وقتك، عبد الرحمن ما راح تخلص. خلاص اسف. اعمل بجهد اكبر. بسم الله. تقدر، انت تستطيع. يوم ريما جيتنا اكيد. لا لا انت كنتي سهله يا ريما. وي ايش صار؟ ليكون ما سددتوا الكهرباء. حسبي الله عليكم، حسبي الله عليكم. يوم الغريب اعطوني ثلاثيتي. فاز مره.